إحياء لذكرى صاحب الصوت الأصيل الفنان الكبير الراحل صباح فخري، أطلق كورال نهاوند نشاطه الغنائي على خشبة مسرح المركز الثقافي بمدينة طرطوس بالتعاون مع موسيقيي عبق. نحن حنغني شرقنا وأصالتنا بأسلوبنا، رح نعمل توزيع هارموني بأربع أصوات، بس ما نغير أبدا بأسلوب أدائنا وبمحافظتنا على موروثنا الشرقي. بلشنا بصباح فخري، تحية لروحه الكبير اللي نشر صوته لكل العالم، وهو عزنا الموسيقى. فإن شاء الله نحن حنكفي بهاي المسيرة الفنية وحنقدم كبار موسيقانا وفنانينا لكل العالم إن شاء الله. بلشنا بالكورال لغاية هي إنسانية لمساعدة الجمعيات الخيرية، لأنه يعود ريع الكورال إلى الجمعيات الخيرية. غاية الكورال أو هدفه هو الفن والإنسان، لأنه هني خلاصة جمال الحياة. حضور كبير شهده الحفل الغنائي والذي قدم مجموعة منوعة من أغاني الراحل صباح فخري. نغني لنحيا طبعا صباح فخري الكبير، باقي بقلوبنا، باقي بسهراتنا، باقي بكتبنا، خلد الحضارة ورح يخلدوا التاريخ. وقت اللي بيرجعوا هلا يجددوا أغاني ونسمعها موشحاته وأدواره، كتير رح نكون سعيدين يعني ومبسوطين. بكفي انه نسمع انه باسمه ليكون دافع وحيد لنجي نحضر ونسمع اغاني ونسترجع ذكرياتنا والفن الاصيل والطرب الاصيل. بنجدد ذكرى صباح فخري واغانيه الحلوه والتراث تبعه، وانه البلد لسه فيها كمان حياه جديده للحياه. هو تكريم لصاحب البصمه الغنائيه التي عرفت في ارجاء العالم، والذي قدم فنا عذبا وراقيا خلال رحلته الفنية، نشر من خلالها الفن الشرقي الملتزم السوري الأصيل. صباح فخري، محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.